بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين ومتابعين بدون عنوان من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. مسي عليكم بالخير. طبعا في هذا اليوم الثلاثاء 26 فبراير لعام 2013، الموافق 26 ربيع الثاني لعام 1434 هجرية. نمسي عليكم بالخير، تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني معنا وائل، من الإخراج الإذاعي معنا نزار أحمد، في الإعداد والتقديم أخوكم يعقوب يوسف العوضي. ونذكر دائما طبعا برنامج بدون عنوان يأتيكم كل يوم ثلاثة من الساعة 10 وحتى 12 صباحا، ويعاد كل يوم سبت في نفس التوقيت. واللي يفوت البرنامج ممكن يتابع عن طريق اليوتيوب على قناتنا في اليوتيوب، طبعا يكتب بدون عنوان مسافة عجمان ويطلع للبرنامج. طبعا أنا احترت في تقديم هذه الحلقة وهذا الموضوع اليوم، فكرت في كذا موضوع من ضمن المواضيع اللي فكرنا فيها، اللي هي موضوع مثلا اللي هو موضوع اللبس، موضوع الديون، موضوع الشباب وانحرافات الشباب وبعض السلوكيات الخاطئة اللي بدأت تطغى على الساحة إن صح التعبير. فارتأيت أن أتكلم عن موضوع اللي هو يشمل هذا كله تقريبا، لأنه ما يخص فئة معينة أو شريحة معينة أو جنس معين أو فئة عمرية معينة. فلذلك سمينا حلقتنا اليوم التحرش ما بين القبول والرفض، التحرش ما بين القبول والرفض. طبعا في ناس راح يستهجنون العنوان اللي هو التحرش، طبعا سلوك مرفوض، التحرش غير مقبول لا عند الشباب ولا عند البنات ولا في المجتمع، ولكن يمكن هذه السلوكيات كانت في وقت معين سلوك نادر، ولكن اليوم بدأ يطفو على السطح وبدأ يمكن أنا مع الأسف الشديد بقولنا بدأ يصبح مثل الظاهرة. طبعا التحرش مثل ما كنا ندري ومثل ما كنا عارفين ومثل ما قلت قبل شوي أنه سلوك مرفوض من الجميع، ولكن يمارس، وسلوك في بعض الأحيان يمكن يمارس عن قصد. المقصود بالمقبول ما بين القبول والرفض أن الشباب يعقون اللوم على البنات والبنات يعقون اللوم على الشباب. إذن نحن هذا راح يكون موضوعنا اليوم، التحرش ما بين القبول والرفض، هل هو سلوك مقبول أم هو مرفوض؟ إذا كان مقبول ليش مقبول؟ لأن في بعضهم بتقولوا لي ليش مقبول، ما شو مقبول يعني سلوك مش مقبول، لكن بقولكم أن في بعضهم يقولون والله نحن نتحرش من باب الزواج، من باب حسن النية. وحدة تقولك والله أنا أتعدل وأطلع على أساس أنه والله الشباب يشوفوني ويقبلون يقبلون علي أو أنهم يتقدموا لي أو أني أتزوج أو غيره أو غيره أو غيره. كذلك يمكن السلوك هذا ما عاد حرص أو حصر عفوا ما بين فئة الشباب أو فئة العمرية الصغيرة اللي هي الشابة، لا امتد للمتزوجين والمتزوجات مع الأسف الشديد. وممكن إذا بناخذ السلوك هذا بتفصيل أكثر بنلاحظ أن فيها خيانة في بعض الأحيان بالنسبة للمتزوجين والمتزوجات، أو كذلك بالنسبة يمكن تكون خيانة ثقة الأهل، أن الأهل وثقوا فيني أنا كشاب مثلا وعطوني حرية، وثقوا فيني أنا كبنت وعطوني حرية وخلوني أسير وي على راحتي أو ألبس على راحتي، ففيها خيانة لثقة الأهل. كذلك بنلاحظ أن فيها مشكلة الديون، لأن في بعض الشباب وبعض البنات كذلك يدينون ويلبسون ويكشخون ويتعدلون بالدين، أنا قاعد أتكلم، ويركبون سيارات فخمة وغيرها ويرتادون أماكن معينة أساس أنهم يتحرشون أو يتعرضون للتحرش. كذلك إذا بنقيس من عدة جوانب يعني بالنسبة لل يعني يوم ذكرت التعديل وما تعديل ذكرت إحصائية، كنت أبحث عن الأرقام هذه ما حصلت إلا إحصائية قديمة مع الأسف، هذا الكلام أيام الأزمة الاقتصادية، 11 مليار درهم إجمالي مبيعات التجميل اللي هو 2.7 تقريبا بالدولار، 11 مليار درهم إجمالي مبيعات التجميل وأدوات الزينة في الشرق الأوسط بحلول عام 2010، بيان صحفي في شهر 2 طبعا بالصدفة يعني يا التاريخ اللي هو 28/2/2009.
أعلن منظمو معرض كذا في الشرق الأوسط في فرانكفورت نمو سوق الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل وأدوات الزينة والعناية بالبشرة، والذي لا زال أكثر أو أحد أكبر الأسواق وأكثرها ربحية في العالم، حيث تشير التوقعات إلى زيادة حجم المبيعات التي تنمو سنويا بنسبة 12% لتصل إلى 11 مليار بحلول 2010. وأضاف منظمو معرض أحد أوائل المعارض التجارية المتخصصة في صناعة مواد التجميل حول العالم أنه بالرغم من الأزمة المالية إلا أن المعرض يسجل حاليا نمو بنسبة 17% مقارنة بعام 2008. يعني هالكلام سنة 2009. طيب تتخيلون أنتوا اليوم الرقم كم وصل؟ الله المستعان. إذا نحن متواصلين معاكم على 600-600-551-610 ورسائلكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 7008. وموضوعنا اليوم التحرش ما بين القبول والرفض. طبعا التحرش في كل الأماكن، في الأسواق، في مكان العمل، في مختلف الأماكن. يعني اليوم استوت ظاهرة ممكن مؤذية في بعض الأحيان، وكذلك يمكن حتى الخوات المحتشمات المتسترات المتزوجات اللي يمكن أهاليهم يطرشونهم لغرض معين ويروحون لغرض معين الأسواق بدوا يتآذون منها. فلذلك راح نناقش هذا الموضوع، وكذلك يمكن إن شاء الله راح نحاول ناخذ وجهة نظر القانون فيها، لأن القانون يجرم هذه الجريمة. كذلك عندنا مشكلة ثانية، يمكن أن معظم الأحيان الشاب ملام في العملية هذه أو في المسألة هذه أو في الخطأ هذا أو في السلوك الخاطئ هذا اللي هو التحرش. دائما الشاب ملام. يعني إذا البنت صارت اشتكت 100% في معظم الأحيان، أنا أقول في معظم الأحيان، راح يجرم الشاب في المسألة هذه، رغم أن في بنات يتحرشون في الشباب وفيه حالات تثبت ذلك يعني. ولكن هنا السؤال، كيف راح أثبت أنا أن البنت هي اللي تحرشت، أو البنت، أو يصدقون الشاب ما يصدقون البنت؟ نحن نتكلم من وجهة نظر قانونية. في أحد المواقف يمكن أنا شفتها ويمكن سبق أني رويتها برويها مرة ثانية، في أحد المطاعم، في أحد السناترة والمولات، أنا بروحي شفت شاب كان قاعد، ويمكن أعرفه معرفة سطحية لأن كنت بسوي لقاء قبلها بشوية وياه، فكان محطي تليفوناته، عنده تليفونين أو ثلاثة والله ما أذكر، كان محطنا ويت وحده وكلمته وهو يتناول الوجبة ماله، فكلمته وأنا ما أدري شو الموضوع، طبعا راقب الموقف من بعيد. فعقب أسمعي هز أشوفه يعني هز راسه ويتكلم وياه ويقولها لا وما أدري كيف. فروحت البنت، عقب زقرت الشاب قلت له تعال شو كنت تسوي، شو بلاها يتعرفها في علاقة بينكم بينها شيء؟ قال لي لا والله يا أبو يوسف طلبت مني الرقم. قلت له نعم يا أخوي. قال لي هي والله طلبت مني الرقم، فأنا رفضت يعني أن أعطيها الرقم. ويتكلم وياي كأن طبعا هالكلام صار لي يمكن في حدود 4 سنوات، فأنا أتخيل الوضع اليوم كيف. فلذلك يا جماعة الخير، الموضوع متشعب، الموضوع كبير، الموضوع بدأ يصبح مثل الظاهرة مع الأسف الشديد. فنبغي نوعي الأهل، نبغي نوعي جيل الشباب، جيل البنات، أنهم ما يخسرون أغلى ما يملكون يعني، وبالذات البنت يعني هي تكون دائما الخسران الأكبر في الأمر هذا. ومع الأسف الشديد بناخذ رأيكم، بنشوف عاد منو السبب، هل البنات أم الشباب؟ ومعنا أول مكالمة، نقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. يعافيك يا أخوي. لو تقصر لي على صوت التلفزيون أو المذياع عندك الله يخليك. بس تمام هيك ممتاز. منو معي؟ معك عمار أخي. يا مرحبا أخوي عمار. الله يخليك يا رب. أخي بالنسبة لهذا الموضوع أنا في عندي رأي صغير بس. تفضل يعني يا عمار. إحنا هون بالخليج عامة، حتى بدبي يعني كحكومة أو كدولة يعني حامي حقوق المرأة وحافظتها دائما. نعم. بقى لحنا يعني هي المرأة بعتبر أنها هي الأساس بأي تحرش أو كذا. ليش؟ لأنه المرأة هي بتقدر تحط حد لهذا الموضوع، أو بتقدر هي اللي تخلي الموضوع يمشي، بحيث أنه مثلا إذا واحد تحرش للمرأة ممكن المرأة عم تليفون واحد تقدر تخرب الدنيا، وبيجي لعندها أي يعني كل الناس تحميها وتوقف الشخص عن حده، وممكن تصير يعني فيها محاكمة وفيها مسائل قانونية كثير كبيرة. يعني إذا المرأة إذا هي فتحت المجال تكون فتحت المجال من عندها، وإذا هي سكرت المجال يعني هي مدعومة، يعني مدعومة من قبل الحكومة، مدعومة من قبل القانون عندنا بالدولة، بدل حتى الشخص يضعف عن حده بأي طريقة. يعني هذا بس رأيي بالموضوع. يعني المرأة هي أساس كل شيء بعتبر أنا، وخصوصا بالبلد ومجتمعنا هنا. نعم. إذا أنت من وجهة نظرك كشاب عمار تشوف البنت هي اللي تتحمل الذنب الأكبر؟ هي بتحمل
البنت هي. انت متزوج عمار؟ انا متزوج وبالجامعة كمان يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طيب تشوف هالسلوك عمار مدام انك في الجامعه وكشاب تشوف؟ احكي لك عن طريقه. انا حرمتي موظفه ما شاء الله. موظفه بتروح على وظيفتها وبتجي وهيك يعني. هلا صار لنا 10 سنين يعني ابدا ما في اي شخص ضايقها. ومره تعرضت لمضايقه عن طريق مكالمه حادثيه وهي عباره عن بعتبرها عن تحرش يعني. احنا حكينا للشخص هذا انه ارجع عدم الاتصال ثاني مره وهي متزوجه وكذا عشان ما نعمل مشكله. نعم. الزلمه رجع اتصل. احنا اشتكينا على مركز الشرطه. مركز الشرطه طلبوه وكتبوه تعهد بعدم الاتصال ابدا. بعد فتره رجع اتصل ثاني مره. هذا الاتصال وديناه لمركز الشرطه وفرجناه جابوه للشخص يعني وصار عليه قضيه وتسفر. طيب شو السبب عمار؟ يعني السبب يعني انا اول شيء هون المجتمع فيه ناس كتير جايين وافدين على البلد هون. لا 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 عفوا انا شو قصدي من السؤال شو السبب انه هو يتصل فيها ويزعجها يعني يتحرش فيها ويعرفها؟ لا لا يعرفها ولا شيء. بس كذا ولا شيء بس هيك يعني رقم ودق عليه وطلعت له حل يعني وخلص بلش يتصل وكذا. هو من جنسية وافدي يعني واخذ ترتيبات لازم عنده وسفر الشخص. نعم. بس بمجرد انه تحرش او بعث رسالة. نعم. يعني خصوصا حرمة ما ردت عليه ولا على رسالة ولا في أي شيء. عرفت كيف؟ نعم نعم. طبعا أنت رسالة غير يعني غير يعني رسالة غلط يعني أنت بعثها للشخص. هذا الشيء يعني أدى لتصفير الزلمة. إذا إنه نحن يعني نحافظ بحقوق المرأة وفي من يحميها. نعم. يعني أنا كرجال مثلا ما اضطرت إني أعمل مشكلة أو حتى إني أكبر الموضوع أو يصير مشكلة مثلا مشكلة أسف يعني مشكلة شرف أو كذا أو لا الدولة دغري حمتني بأول من أول مكالمة يعني. شوف الحين هي القوانين موجودة لكن نحن نتكلم عن سلوكيات خاطئة يعني اليوم. عفوا عمار اسمح لي على السؤال. زوجتك محجبة وكذا يعني؟ محجبة. أيوة. طيب تعتقد أن التبرج أو الحجاب أو التستر أو نوعية اللبس نفسها هذه تلعب دور فأنا تفتح المجال للرجل؟ كبير جدا. دور كبير جدا. أنا عاسف العطر بيلعب دور. نعم. العطر بالحظ بيلعب دور. نعم. يعني حتى طريقة اللبس طريقة وضع الحجاب طريقة المشي المكان اللي جالسين فيه هذا كله بيلعب دور. يعني أنا بروح على أماكن معينة مثلا مجرد الأماكن المعروفة إنه أنا إذا جلست فيها يا إنه هذا الحالك أو جلست في هالمكان هذا معناها إنه أنت يعني بانتظار حدا يتحرش فيكي. طيب ممكن هي تقول لك والله من باب اليوم في منظمات عندنا منظمات النسوة على مستوى العالم يطالبون بحرية المرأة ويطالبون بأن عندها حرية في اللبس عندها هذا فأنت ليش ما تضبط نفسك يعني ليش تبغي تقيدني أنا يعني كامرأة يعني إحنا نطلب حرية المرأة وبننسى دين وثقافتنا ليش؟ يعني إحنا ليش بنحارب مشان حرية المرأة ما بنحارب مشان ديننا مشان ثقافتنا إحنا مو ثقافتنا وديننا. يعني الحمد لله احنا ديننا هو بيعطي اكبر حريه. طيب في منهم ما عندهم الدين هذا وما عندهم يعني 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 في اعرافهم او في عاداتهم وتقاليدهم مسموح انهم يلبسون هذا اللبس. هل معناته ان الشاب كل ما يشوف وحده يلحقها ويتحرش فيها؟ هاي ثقافه الشاب حسب الشاب المتعلم المثقف حسب الشاب. ما عفوا بعد خلنا واقعيين يعني البنت اذا كانت مثلا متحررة نوعا ما مش معناته ان هي بنت مش منيحة يعني مش زين يعني فهمت عليك كيف؟ فهمت عليك. ايوه فبعد في ضوابط هنا فالخطأ يقع على الاثنين ولا على طرف واحد ما ادري انت جاوبني. ولا انا الخطأ بعتبره على طرفين لانه انت كمرأة حتى لو كنت متحررة انت داخلة على مجتمع يعني له ثقافته وله دينه لازم تحترمي هذا الشيء. انا لما حرمي وبدخل على المحكمة بلبس عباية بحط حجابي لو كنت ماني محجب بلبس عباية. نعم. ليش؟ احتراما للدولة اللي انا عايش فيها اللي جاي عليها. نحن مسافر احيانا على دول معينة. نعم. ماشي له ثقافة معينة نحن نلتزم فيها بنحترمها. نحن لما يجي لعنا هون على البلد ليش ما يحترم ثقافتنا وديننا؟ لو كنت انت متحررة في هون اساليب في سلوك في ثقافة يعني كمجتمع كمواطنين بالامارات هون اخي هون يعني نسبتهم قليلة بالمجتمع. نعم. بقى احنا والناس لازم نحافظوا على دينهم وثقافتهم. الحل يا عمار الحل برايي انه انت داخل على دوله تحترم ثقافته ودينه بس. يعني والشباب يضبطون نفسهم والبنات كذلك تحترم
انت جاي لهون، انت انا كوافد قاعد بالدوله هاي بدخل على مول، بدي احترم انه انا هاي البلد لها ثقافه، وانا اذا عملت شيء هو الاخلاق المفروض يعني تكون موجوده يعني سواء في بلدك ولا غير بلدك يعني في النهايه. انت ما بتقدر تحل المشكله باخلاق الناس، لانه الاخلاق تختلف من واحد لواحد. نعم. ما تقدر تغير اخلاق الناس، عرفت كيف؟ نحن بنقدر نضبطهم انه انت فيهم لازم تلتزم بشيء. ترى هو شوف بقول لك عمار، اذا انت اذا الانسان عفوا مش انت الانسان هي. نفسه ما ضبط نفسه زين، ما ضبط نفسه القانون يضبطه، لازم القانون يضبطه صح ولا لا؟ لازم. فالقانون لمنو موضوع للي يخالف القانون بس. فاذا أيوة. الواحد محترم نفسه وماشي في حدود القانون اكيد ما حد بيتعرض له. ايوه هذا المهم. يعني احنا لما احنا بدنا ندور على حل المشكله. نعم. ما ندور على كيف اخلاق الواحد، لا احنا بنسن قوانين. طيب تعتقد قوانين. في حد يرضى بالتحرش؟ طبعا لا، ما في حد يرضى بالتحرش طبعا لا. انا ممكن كشاب قبل ما اتزوج ممكن يكون رايي غير هلا صراحه. يعني عايزه صراحه، بس لما تتزوج بيصير عندك حرمه، بيصير رايك غير كثير. يعني انت بتفكر باللي انت عملته بشبابك، يعني تندم صراحه على اللي عملته. طيب ما تحس ان في 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 فئه معينه، طبعا نرجع ونقول بعض النسوان او بعض الشابات في تحدي فيما بينهم، انه والله منو يتحرشون فيها اكثر، منو مرغوبه اكثر؟ طيب معناته هو سلوك مقبول عند البعض، عند بعض الفتيات؟ طبعا احنا بالجامعه مثلا اخي يعني البنت بيكون مثلا في مجموعه بنات، البنت اللي اكثر البنت تحرش فيها هي البنت المميزه، بتعتبر حالها نعم. لانه هي البنت اللي مرغوبه ومطلوبه، مرغوبه هي المميزه، وهي بتلاقيها مبسوطه كثير بهذا الشيء. رغم انه في استنكار يمكن يكون في بعض الاحيان، ولكنها هي مبسوطه من داخلها انها ان في شاب تحرش فيها. عن في قوانين الجامعه بتقول لك انه اي لا، خلنا عن القوانين الحين، نحن نتكلم عن شعور، خلنا القوانين والمجتمع والاعراف والعادات والتقاليد هاي كلها ترفضها، ولكن نحن نتكلم عن النشوه اللي هي تحس فيها في بعض الاحيان ان تحرش فيها شاب موجود بشكل كبير وبشكل علني، بالذات الفئه العمريه الصغيره، يعني نتكلم في بدايه المراهقه، يعني بدايه الشباب 24 تحت 23 نعم موجود كثير. حتى صارت على شغله علنيه غير قبل. انت بعد شاب عمار، كم عمرك ما شاء الله؟ 27 سنه. 27 زين، قبل فتره معينه خلينا نقول في بدايه العشرين، ما كنت تتمنى انه وحده تتحرش فيك، او ما كنت تستانس يوم وحده تتودد لك او تتحرش فيك مثلا؟ يعني بانتظار نظره مرات كنا، بس يعني ما اكثر. اها زين عمار، جزاك الله خير يا اخوي. يا اهلا، مشكور يا عمار. شكرا كثير لك. عيبني عمار يوم قال ان نظرتي اختلفت للمسألة هذه بعد الزواج. طيب ليش النظرة هذه؟ نحن هذا سؤالنا، ليش النظرة هذه ما تكون في بداية العشرين؟ ليش ما تكون بداية الزواج؟ زين اعطوا مكرم نقول الو. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته ابو عايدة، كيف الحال يا مرحبا بك ابو يوسف، سلامنا اخوي نزار ومستمعين جميعا. والله انا طيلة حياتي يعني أشوف معاكسات وهذا، لكن أحيانا أشوف يعني معاكسات عنيفة جدا، يعني تصل إلى درجة التحرش حتى العلني، يعني اللمسي أو الجسدي. عيني نعم. عينك نعم. أنا مرة شفت بيني بينك الفاحشة بعيوني تحت شيارة. لا إله إلا الله. عيني عينك أقول لك، عيني عينك. هذا مش تحرش، هذا لا خليه مش تحرش، لكن هم شو يعني ما عندكم بيت وهذا تحت شيارة؟ هذا يعتبر فعل فاضح في مكان عام. والله أضرب لهم هرن أبدا. في مرة أقول لك في وحدة، هذا صار هذا الشيء معي قبل فترة يعني. نعم. وهذه يمكن أول مرة وآخر مرة. هلو محمد؟ قلت لا والله مش محمد، وأنا فعلا محمد. قالت آسفة. سكرت خط. بعد ساعة اتصلت، ممكن نتكلم؟ قلت لك تفضلي. شوفي كذا وكذا وكذا، هذا شوي 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 إلى أن نتقابل. وين نتقابل؟ العالم حتشوفنا حتفضحنا، بعايدة كذا وكذا، صح ولا لا؟ نعم. فأحيانا فالتحرش يعني أنا أشوفه من وجه يعني الرجل يتعرض للتحرش بعايدة؟ طبعا. ليش؟ لكن في الملام الرجل ملام. أه. ليش؟ لأن هي تهيئ الأسباب التحرش، ولكن في النهاية مين يلام؟ الولد. ولذلك أنا أقول التبرج يعني فضيحة، وإذا مش فضيحة فاحشة، وإذا مش فضيحة ولا فاحشة بالطبع شيء من الإبليس، وشيء تخلف، وشيء قد يكون انحطاط. لذلك ف
فجسد المرأة سبحان الله كنت سواء متزوج ما متزوج كبير وصغير مفاتن الأنثى وخاصة البارزة والكاشفة والعارية تثير وتدغدغ عواطف الشباب وخاصة وكذلك الرجال. أهم شيء هذه بعايدة تدغدغ يعني خاصة لناس عندهم الكبت الجنسي أو ما عندهم حب أو من شيء من هذا. فلذلك المرأة الآن لتسير وهي عارية وتبين مفاتنها بشكل متعمد يعني متعمد تفتن الرجال تفسد لا شك تحرك الغرائز وبالتالي تنشر الفاحشة في الجميع. بعادة هل عادة هذه المسألة كانت بين فئة الشباب اليوم بدأت تنتقل كذلك للفئة العمرية الكبيرة؟ يعني اليوم بدينا نشوف حريم أعمارهم فوق 40 بداية 50 يتعدلن ويتزينن ويتلذذن بالتحرش. نعم ولا أنا غلطان؟ حتى الرجال الرجال حتى المتزوجين أكثر. نعم لذلك الولد أقول لي هذا شو اللي خلاك أنت يعني تسمح لنفسك وتتابعها وتلصق فيها لهالدرجة؟ تقول يا محمد شو أنت ما شفت يا أخي حركت في الشهوة الآن شهوة حلال ولا حرام سواء هذا شاب كان أو رجل ليش؟ لذلك هي تفتن سبحان الله والشيطان هنا يلعب دور كبير فيسخر لك كل السبل أنك تتحرش وتتواعد وثم عاد خلينا نبتعد عن الفاحشة. فإنزين شو السبب؟ مثلا هذا الرجل الذي يأتي ويتحرش بالأنثى مثلا شو يقول في نفسه؟ يقول أنا بتمتع فيها ولو لحظي خاصة لبعيدين خاصة العزوبية وحتى الرجال في المصعد في الشارع ضيق في بقالة من وراء الأدراج من تحت الدرج يعني حتسكت وتستحي لا حد شافنا ولا مرة مع مرة العملية تصبح شو؟ عادية وتلقائية ويطلبون مع بعض. بعدين أحيانا طيب بعادة مفروض الوحدة شو تسوي إذا تمشي في السوق مثلا واحد يتحرش الآن المتحرشين اللي يتحرشون في اليوم الواحد ما لا يقل مثلا عن نقول على مستوى دولة سين مثلا يتحرشون نقول فيما بينهم 5000 لكن البلاغات هل تعتقد أنت 5000 كلهم راحوا بلغوا الشرطة ولا حتى 5 ولا حتى 2 ليش؟ لأن الضحية أحيانا أو الجاني يعتقد أن الضحية لن تجرؤ على الإبلاغ عن التحرش خاصة إذا كان في ظلام في مكان ضيق ما حد شافني طنش. لا بس الحين قاعدة تستوي على نية بعيدة في المولات في الأسواق في غيره وفي ناس في ناس من المحترمات طبعا أنا أتكلم والكل إن شاء الله محترم يعني ولكن أنا أقصد أن ريال منزل زوجته ريال مودي خواته مودي أمه مودي يعني غيره يعني يستاءون من هالتصرفات. إيه ترى هم لما يشوف مثلا مو كل 24 ساعة يعني بعدين على فكرة القانون صعب جدا أن في بعض الأمور صعب جدا أن يضبطها. يعني إذا اليوم عندنا شاب أو شباب 2 أو 3 لا يلاحقون بنتين أو 3 سواء متزوجات سواء غيره يعني في أمهات عندهم أطفال صحيح ويلحقها ويتحرش فيها. في وحدة والله اتصلت فينا أتذكر كانت يده ومنقبة يده تقول أنا بنتي وياي وحفيدتي وياي بس ما مبين عليها الكبر يعني فتقول يتحرش فيها يلاحقها من مكان لمكان. فبدأت الحين التصرفات هذه تسوي مزعجة مدام أنه ما تكلم مدام أنه ما قال شيء أنت ما تقدر تقول له ما تقدر تجرمه حتى القانون ما يجرمه إذا هو يطالع من بعيد لبعيد ويلاحق من مكان لمكان ويتريى أي تصرف أو بادرة منها هي يعني بادرة قبول طبعا. وهذا حصل أن واحد تحرش في أخته اعتقادا منه أنها وحدة شاردة واحد بعد تحرش في زوجته واحد مثل ما تفضلت في أمه هذا دليل الغباء حتى أنتوا يا أخي خليكم أذكياء في هذه السالفة فتحرشات موجودة ما نقولها. فأنا أقول إذن الحين الولد لما يتحرش في الأنثى الأنثى لن تعرف
مواصفات هذا الولد عشان هي تبلغ، لان لما بتروح في الشرطة كيف وكيف ممكن تسوي له فضيحة، زي مفروض يكون عندي فيه خوف وبعد. لا هي تخاف على نفسها كثير هنا، وتكون التمتمات بنظرات او لغة الجسد في الغليان. بس يعني معقولة واحدة في المول وتصرخ تقول والله تحرج؟ ممكن تخبر اخوها ريلها، يعني شوي الواحد يكون عنده الخوف، الخوف في بعض الاحيان مو موجود. ما هي اعطت المسببات لان هذا يتحرش. ما في وحده ملتزمه وان واحد يتحرش، هذه النقطه اللي ابغى اوصلها انا. لان ايوه نعم. لان هي هيئه اسباب صح، هي مش ما لها علاقه، لكن وحده الحين ضارب لي فول ميك اب، ولا يا ريت بعد يعني بنقول هي لابسه لين الركب، هي لابسه فوق الركب، فهذه كل الإغراءات. لا حين ما عبي بعد لا تنسى، في عندنا العبي المخصرة والعبي اللي مثل الستارة والعبي اللي نفس الفساتين، يعني العباية حتى اليوم استوت يعني إذا هي اسمح لي على الكلمة، إذا لابس اللبس اللي أنت تقول عني يمكن ما تكون مغرية كثر ما تكون بالعباية. نعم، ولذلك الدين الإسلامي أحسن، ما في مانع إن نلبس الموضة أو الزي الإسلامي وفق الإسلامي، بمعنى أن نحن هذا الزي أو هذا الشيء يكون يستوعب جميع البدن. وهذه آيات موجودة وحديث موجودة. لكن ليش أنت بنت مسلمة وكذا؟ نحن نتكلم على مثلا المسلمات أو حتى أحيانا بالعادات والتقاليد. ما هاي البنت بعد بعايدة لا تنسى، أنت إذا كانت متزوجة عندها زوج، إذا كانت بنت عندها أخو عندها أب، مش مفروض هو يحطي ضوابط اللبس هذه يوم يوديها يشوفها لابسه ومحطي فول ميك اب؟ انت ليش تروح بعيد اليوم؟ انا اليوم ومعايده كنا في مول من المولات في دبي. نعم. زين كل الانظار، شوف كل الانظار، انا ما عرفت ان البرنامج بيكون اليوم عن تحرر. شوف كل الانظار اتجهت الى هذه البنت، سواء كانوا متزوجين حتى الحريم. تعرف ليش؟ صدقني هي حلوة وجميلة، يمكن عمرها 22-23 الله أعلم، ولابسة لين فوق الركب. الحين قلنا فوق الركب ما مشكلة، أنت تصدق الملابس الداخلية اللون واضح أحمر؟ شو السبب كل العيون اتجهت لهذه البنت؟ ويمكن فوق 50 عين أي شخص يعني. زين تعرف شو السبب؟ لأن اللبس كان شفافا ومش يبرز المفاتن، يبرز ما تحت الملابس. إذا الحين شو تقول؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار، هذا الحديث لم أرهما، هذا الحديث موجود، النبي ذكره قبل 1500 سنة. فهذا باب للشهوة، باب لكذا. في مرة سمعت كلكم أن هذا الرجل فعل الفاحشة بها أمام جمع من الناس. نعم. وما قام إلا بالنهاية. نعم. وهذه الكل يعرف هذا الشيء. ليش؟ شو خلى هذا الرجل اللي كان جالس هناك فجأة يتحول إلى ذئب، على وحش بشري ما بينهم إلا ما شاف إلا هيجي يعني. إلا هيجي. جزاك الله خير يا أبو عايدة. شكرا سيدي. مشكور يا عزيزي. تسلم يا طويل العمر. شكرا. نأخذ مكالمة ثانية. نقول ألو. ألو. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف شحالك؟ يا مرحبا بك يا أخوي. الله يعطيك العافية على البرنامج الطيب وفيها بمشاركاتكم يا طويل العمر. الله يطول عمرك. يعني تنشرون الرسالة التوعوية بين أفراد المجتمع، إن كان بين الكبير أو بين الصغير. نتمنى ذلك يا طويل العمر. والله وافي. منو معي يا أخوي بس؟ وياك عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد. بن سعيد؟ نعم. يا مرحبا بك يا أبو حميد. الله يرحبك يا فضله. والله بخصوص الموضوع. من وين اخوي عبد الله بس؟ من مرتبة طبي. يا مرحبا بك اخوي. الله يرحمك يا فضله. بخصوص الموضوع اللي انت طارحينه. يعني نحن ما بنكون عنصريين او منلف على راي واحد، لكن ممكن اكثر الضرر يظهر من البنات مش من الشباب. يعني بما اني انا واحد من الشباب. كم عمرك ما شاء الله عبد الله؟ الحين 25. ما شاء الله. متزوج؟ لا بعد لي. زين دعواتكم عاد ان شاء الله نعرف بالتوفيق ان شاء الله. الله يرزقك ان شاء الله بالزوج الصالح ان شاء الله. امين. الله يسمع منك. تدرس ولا عبد الله؟ لا داوم. زين في البنيه اذا هي حاشمه روحها. يعني بتكلم وياك انا بصفه واحد من الشباب. بمنطق وهذا اللي عايشينه. اذا بنيه حاشمه روحها ومستره بعمرها، انا اتحدى اي واحد من الشباب يروم يحط عينه بعينها. ما حد يروم.
يعني روحه بينحرج بيسحب روحه بيروح. لكن إذا البنية هي متبرجة هي مظهر مفاتنها وهي تصرفات مغرية شيء طبيعي أن الشاب بيميل لهذا الشيء، بما أنه مش متزوج أو حتى لو كان متزوج يعني استغفر الله العظيم. في مقولة صايرة منتشرة بين الشباب، لو أنه معرس يقول والله أنا ما باكل برياني في اليوم أبغير وأنا حصل هالشيء منتشر. إذا هي قالت الكلام والله هو من الطرفين ترى. لا إذا كيف يعني؟ يعني الرجال يقول هذا الكلام، في بنات يقولون هذا الكلام، المعرسات بعد نحن شو هالشيء؟ لا لا ما منبع يعني واقع، كنا نظهر نحن للمولات أو المراكز التجارية أو الأماكن المختلطة. أنت تشوف الحريم يعني الله يستر على بنات المسلمين كلهن آمين يا رب، أعمارهم بالأربعين أو في الثلاثين سنة، شوفها متبرجة والله نظراتها يعني تخجلك أنت كشاب يا أخي، تنحرج ما تعرف شو الوضع شو اللي صاير يعني. هل نحن ردينا العصر الحجري ولا شو الجاهلي؟ نعم يعني ما تعرف شو اللي مستوي، شو الخربطة اللي صايرة في الموضوع. وإذا أن حد من البنات بيقول إن والله ليش أنتوا حاطين على البنات هالكثر، يعني في بنات شيمات، نحن نشهد هذا الشيء، لكن إذا نشوف الأكثر شو الأكثرية اللي منتشر، يعني أكثرنا قمنا نشوف إنه والله الشيء اللي هي أول كان إحنا العباء عندنا لتستر، لكن العباء شو استوت الحين، الشيء اللي مرتفع اللي فوق نص الرأس الشعر كله ظاهر والعباء مخصرة، يعني كأنها تقول لك حياة قرب عندي، ويوم انك انت تروح صوبها تقول والله نحن بنات ناس ونحن بنات عوائل وغيره. يا اخوي اسمح لي، لكن البنية المتربية واللي طالعة من اساس طيب ما تسوي هذا التصرفات. والأردف في هذا الموضوع انها هي تغلط وتحمل المسؤولية لأهلها، يعني كان ابوها مش مقصر وياها واخوها مش مقصر وياها ومتابعينها تعتقد ان هاي البنت ابوها ما قصر وياها وزوجها واخوها؟ والله اكيد اللي يشوفها بهالطريقة يعني هذه اكيد. نحن ما بناخذ الموضوع والله بصوره واحده، لكن نحن في المجتمع في كل شيء منتشر يعني انواع، في منهم اللي اباهم مش مقصرين وياهم لكن هم يسوون هذه التصرفات من ناحيه والله انا ببرز جمالي، ولا بعضهم ياخذنا تحدي بينه وبين ربيعته والله شوفي انا بطيح الريال الفلاني ولا الريال الفلاني الثاني هذا. فالمشكله قام مستوي شو استغفر الله العظيم، كنا نشر للرذيله. انا قبل فتره كنت جالس ويا شباب كنا نتكلم عن دولة أوروبية أنهم بما أن نحن مجتمع متحفظ، نحن عيب عندنا أن البنية تطلع بتبرجها إلا طالعات الفئات الجديدة هذه. فقالوا في أوروبا نحن ما بنبغى نضغط على الشباب على البنات أو الشباب، نخلي مختلطين يعني على البسم المكشوف وغيره. فتمت إحصائية أن نسبة الاغتصاب عندهم ارتفعت فوق 70% اللي كانت عليه. السؤال هل أمورنا يتابعون بناتهم بشكل كامل؟ هل معطينهم الخيط والمخيط؟ يقول والله أن بنتي أنا متربية عدل، لكن أنت ما تعرف هل أحد مربيعات السوء ولا خذها الهوى على ما يقولون. حتى الشاب يعني من نفسه بعد فيه أخطاء من الشباب، لكن أنا اعتقاد مو بلأني أنا واحد من الشباب أن أكون عنصري في هذا الموضوع، لكن الشاب إذا حصل الصد ان ما حد اعطاه المجال هذا مستحيل الشاب انه يقدر يتجرى. وتصرفاته هذه المنتشره الحين ما صارت الا من كثر ما انه يشوف، يعني وين ما يروح يقول والله فلان وفلان، يعني ما يتعلى هذه. نصيحه توجهها للشباب عبد الله، ما بقول لك للبنات لانه معروف شو المطلوب من البنات، لكن للشاب حكم انك انت شاب. والله انا اتمنى للشباب يعني مو بنحن ما بنكون مثاليين وغيره، لكن الواحد يخاف الله على اللي يسوي. يعني انت اليوم تسوي في بنات المسلمين يمكن الله يبليك باكر، وان الله رحمك وستر عليك، لكن انت ما تعرف الله يبليك في كيف ذريتك، عندك خوات باكر، عندك زوجه باكر، عندك يعني بنات، يعني في ذريتك في عيالك في بناتك في حرمتك، انت ما تعرف لون تيك. فحتى لو ان الواحد يمكن نفسه تغره، وعلى ما قال الاخ اللي قبل شويه قال نشر للشهوه، الواحد يحاول انه كثر ما يستطيع انه يمسك روحه. يا اخي لو انك انت بتنسى دورك في الدنيا كنت تذكر الاخره. جزاك الله خير. انت بتاخذ في الدنيا وبتاخذ في الاخره، فالواحد يحاول انه يتحكم في عمره، يبعد عن هذه الامور، يعني بالذات الاماكن المختلطه اللي مشبوهه اللي نحن كلنا نعرفها. نعم. الاماكن هذه اللي نختار فيها في عبد الله صوتك مش واضح بس. ايوه. الحين اوكي؟ اي زين. الاماكن المنتشره فيها السوالف هذه. أتمنى الواحد يتجنبها. ممتاز. مهما يكون يعني ما يروح إلا إذا عنده حاجة ضرورية ما حصل له في البقعة هذه.
ياخذ حياته يتوكل على الله، مو بان والله انا اظهر من الدوام ولا انا اظهر من البيت تعمل لي وهذا شغل الشاغل. يعني جزاك الله خير يا اخوي عبد الله، الله يطول عمرك، مشكور على مشاركتك يا طويل العمر، الله يحفظك، جزاك الله خير. عندي ضغط مكالمات، نقول الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير، مساء الانوار. يا مرحبا بعبد العزيز، عساكم طيبين. الله يخليك، وشكرا لك، وشكرا للمخرج الاستاذ نزار يا مرحبا على هذه المواضيع المطروحه اللي فيها الصحوه الفكريه الانسانيه الصحيحه لجميع البشريه. فانا اقول في نفس الموضوع التحرش، نعم، في تعريف للانسان، يعني في بعض الاشياء اللي انا اكتبها اقول كل مخلوق انساني يخرج عن مبدئه السليم المعزز المكرم فهو كما بينها ربي عز وجل سواء من الانثى او الذكر فهو صاحب مشكله باستثناء المصابين ببلاء من الله. اي تعريفه. وهناك التحرش انواع، في التحرش الجسدي بقصد، اذا كانت الانثى التحرش الجسدي إذا كانت هي موظفة بقصد الوصول إلى منصب أو مسؤولية بقصد إغراء المسؤول أو الموظفين بهدف غرائزها، بهدف مثلا ما عليش عبد العزيز على أساس ما نعم. ما نتشعب شوية. نعم. التحرش الجنسي هذا شوية نبعد عنه لأنه مش موجود تقريبا عندنا نحن، الحمد لله رب العالمين. نحن اللي حاصل عندنا التحرش اللفظي إنزين أكثر شيء، وهو هذا اللي يفتح المجال مثل ما تفضلت وقلت أنت، ممكن يوصل للتحرش الجنسي أو يوصل للتحرش عفوا الجسدي، لكن بداية ما في ريال إيه على طول يمسك إيد الوحدة أو مثلا ما يمسك إيد الوحدة، لا ما يلمسه ويخاف بداية. خلنا واقعين، هو يكون في بداية تحرش سواء قبول بالنظر بعدين بالألفاظ بالكلام وعقب يكون في تمادي. فأنا هنا سؤالي هو شو اللي يخلي الرجل يتمادى على المرأة، وشو اللي يخلي المرأة في بعض الأحيان كذلك تفتح المجال للرجل أن يتمادى عليها؟ هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه. أنا عارف أن أنواع على حسب الموسوعة اللي أسويها أنا الآن في التحرشات الفكرية، التحرش الجسدي والفكري، هذا بهدف تحطيم الآخر بغرائز هوسية جنسية، وفي تحرش فقط جسدي بقصد وصول إلى ما، وفي التحرش الفكري فقط. نعم. الفكري بقصد التلفظ بأسلوب ميلان لهدف وصول إلى شيء ما. نعم. مثلاً إلى إلى إذا كانت عاملة بقصد إغراء، بقصد إغراء المسؤول أو بقصد إغراء الموظف بهدف الحصول على الخروج من العمل، إجازات من العمل. نعم. وهذه تسبب فتنة. هذه تسبب فتنة للمكان، وتسبب فتنة مشكلة لمكان العمل، وتسبب فتنة بسمعة المكان الذي هي فيه. وهذا الشيء الخطأ من من؟ الخطأ من الموظف الذي أعطي المسؤولية في اختيار الموظف أو الموظفة المناسب للعمل المكان المناسب. هذا من سوء الاختيار وعدم وجود متابعة الشخصية السليمة العاقلة النزيهة في هذا المكان. أما إذا كانت خارج العمل، خارج النطاق العمل، فهي تعاني مثل الفكر، فهي خرجت عن مكانتها الرزينة، فهي خرجت عن مبدأها معرفة اسم الأنثى. يعني ما عرفت من السبب أبو عبد العزيز في رأيك في التحرش؟ السبب إما أن يكون الأب، إما أن تكون الأم أو الطرفين. إذا في أسرة متزعزعة فيها غير الأسرة، الشاب ولا الشابة؟ إذا كان شوف لا إذا كان الشاب أو الشابة، إذا كانت الشابة بالأخص الأنثى، في عدم وجود استقرار الأسري أو التفكك الأسري ما بين الطرفين، أو هم الاثنين أصحاب المشكلة في ضياع ابنتهم، يعني بقصد قراءات هذه الشيء. وكذلك أنا أقول في نصيحة للشاب، نعم، الذكر الذي يتصل بالرجولة عندما ترى الأنثى التي تعاني من هذا الشيء، سواء كانت من البعيد أو من القريب، عليك أن تنصحها وتبديها، لأن إيش بتشتكي عليه، بتقول هذا يتحرش فيني الله يهديك. ما يتحرش فيني، لابد أن نأخذ الأمور بحكمة. نعم. ليس كل من أبدأ بشكوى فهو صادق،
لا ناخذ الامور ما هذا هو اللي دارج الحين ابو عبد العزيز. الحين الواحد صعب جدا انت كشاب يقولوا لك والله انت تتحرش فيها اذا صارت بلغت عليك، وطبعا هو مليون في المية ما راح يعجبها الكلام اللي انت تقوله. لا استاذ يعقوب، اذا شوف اذا كان المسؤول الفطن الحكيم الذي تأتي له الشكاوي لا يصدق للطرف على طول، بيقولوا لك حرية شخصية اخوي، القانون حتى هنا يجرم يقول لك والله هاي حرية شخصية ما لك شغل فيها انت. خلاص حرية شخصية، انا بديت انا علي من نفسي، انت عليك من نفسك بيقولوا لك ومن اهل بيتك. شوف الحرية الشخصية اذا لم تثير على ارض الواقع وتسبب مشاكل للشباب وتزرع الفتنة فهذا خطأ. إذا نحن محتاجين قانون يضبط هذه المسألة. الحرية الشخصية متى تكون حرية؟ عندما أنا أكون في بيتي أعمل كيف أشاء وكما أشاء. أما أسير أنزل في الساحة وأزرع فتنة للشباب وأزرع أشياء كثيرة بقصد أن النفوس الأخرى، هذه ثغرة، والثغرة هذه تصبح ثغرات. لأن شوف الإنسان، أنا أقول الحكمة هذه عندي أنا تعلمتها، الإنسان الذي لا خير لنفسه مع ربه فلا خير له للقريب ولا للبعيد ولا للوطن. جزاك الله خير، مشكور يا أبو عبد العزيز، تسلم لك، شكرا لمشاركتك. ألو ألو ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. ويعافيك يا طويل العمر. الله يخليك وحييك على البرنامج الطيب. الله يخليك يا مرحبا. الله يخليك والتوعية اللي قاعد تسوها. الله يخليك. منو معاي؟ معك لؤي عمار، أنا من أمريكا قاعد أكلمك. لؤي عمار من أمريكا ما شاء الله. إيه ما شاء الله، ما أنا كنت عايش بالإمارات بس دائما أتابعكم على البرنامج. الله يخليك. كيف الجو عندكم لؤي؟ والله الحين مطر، مطر وبرد ناقص 2 تقريبا. سار سياح أنت وبترجع ولا شو؟ لا 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 لا، أنا مقيم بأمريكا، عايش بأمريكا أنا وأهلي. ما شاء الله. وتي الإمارات لك زيارات؟ كنت عايش بالإمارات، قعدت تقريبا 3 سنين وبعدها رديت. هي لا تقطعنا عادة. لا لا لا، إن شاء الله جاي بآخر السنة إذا الله سهل. يا ما نستغني عن الإمارات وأهل الإمارات. يا مرحبا بك يا أخوي لؤي. الله يخليك، تحياتي يا أبو راشد من بعد. وكذلك تحياتي لك. الله يخليك. كم صار لك في أمريكا لؤي؟ أنا صار لي أكثر من 15 سنة تقريبا. 18 سنة. نعم. زين، وأنت من وين ما شاء الله؟ أنا فلسطيني الأصل. فلسطيني، وعشت بس في الإمارات وأمريكا ولا لفيت دول ثانية؟ لا لفيت، اللي معاه جنسية أمريكية يقدر يسافر بأي مكان. زين، خبرني الحين شو اللي لاحظته عند العرب وعند الأجانب؟ اللي لاحظته يا طيب عند الأجانب عندنا هني، أنا خلينا أكلمك، أنا قاعد أكلم شرطي. زين. أنا بالشرطة أشتغل. آه. اللي التحرش عندنا هني إذا شاب إجا كلم بنت يعني قال كلام مثلا هذا يعتبر نعتبره إطراء، عرفت كيف؟ بس ما تعتبر يعني جريمة، يعني ما يحق عليها القانون. ما تعتبر، بس مجرد ما إنه يلمس شعرة منها أو يتحرش فيها لا تعتبر هذا جريمة. وما في عندهم شيء اسمه تحرش لفظي؟ لا، يعني إذا يتغزل فيها أو يتكلم عن مفاتنها أو كذا؟ لا 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 لا، تحرش لفظي ما فيه. بس إذا 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 زاد الكلام مثل ما نقول عن حد وهي ضايقت واشتكت ساعتها إحنا يعني كشرطة نتدخل. هو هذا قصدي، ترى ممكن تتضايق من كلامه يعني. ممكن هي طبعا، لأنه هاي نعتبرها هنا بأمريكا إنه يعني أنا حريتي، أنت قاعد الحين تملك حريتي. ما لا قاعد أخذ راحتي مثلا، سواء إذا كنت بمطعم قاعد أكل أو مو قاعد أتمشى.